السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديالي ايمي بيوري. في هذا الفيديو هذا غادي ندير لكم واتس ان ماي باج، يعني شنو كنهز في الساك ديالي. فإلى يعجبكم بليز كيب واتشينغ بيوري. في هذا الفيديو هذا غادي ندير لكم واتس ان ماي باج، يعني شنو كنهز في الساك ديالي. فإلى يعجبكم بليز كيب واتشينغ. اوكي سو نبداو بالساك اللي كنلبسو حاليا ولا اللي كنهزو معايا حاليا. هو هذا من مايكل كورس، دي بحال هكا. اتس ا بيوتيفول كولر، اتس لايك نود بيج، ولا ما عرفت كيفاش غنقول، روز يمكن، غادي شويه الغوز، نود غوز. باج ما عرفتش صراحة شو سميتها هاد الموديل هذا، ولكن اتس بيج وكيهز ليا كل شيء اللي خاصني نديه معايا. ف نبداو نحلو الصاك. حمر بالقشامش. هما كيقولوا بان الصاك ديال البنت ديال المرأة يعني كتكون فيها حياتها كامله تماك، يعني اي حاجه تحتاجها تلقاها. واخا يكون عندها ساك غير قد بحال هكا، بحال مي كتحلي وكتخشي يدك بحال راك في عالم اخر، بحال كي وسع داك الساك ولي كبير. سو نبداو ايوا نشوفو هاد الروينة هادي فين غنبداو بيها. انا كنحاول نكون اورجنايزد بالساك ديالي، يعني زعما كنحاول نرتب كل شيء، ولكن راكم عارفين واحد ملي كيكون في شي موقف ستريس اللي فيه ستريس كتقلب على شي حاجه صافي كل شيء كيترون وكيبقى بحال هكاك. وعاوتاني انا حاجه اللي كنجمع فيها بزاف هما هاد الريسيت اللي كيعطيوك، يعني مور ملي كتشي شي حاجه اصلا ما كنعرفش نرميهم، كيوقعوا في الساك ديالي حتى كيتجمعوا مع شحال كيبقاو. اوكي سو نبداو. اول حاجه عندي هنايا اللي خاصني هما النظاظر ديالي ديال الشوفان. عمرني وقيلا ما درت لكم فيديو مي كنلبس النظاظر، انا نوريكم. كي جيتكم كنبان والله الا بصح مي كيقولوا انا واحد ما كاين النظاظر كيبان سمارت صراحه، كما بحال شي استاذه. المهم النظاظر خصهم ديما يكون معايا في الساك، لان ما نقدرش نسوق الطوموبيل بلا نظاظر، خاص ضروري ما نديرهم، سو كنخليهم ديما في الساك باش ما عمرني ما ننساهم. هادو هما اعتقد هادشي هنايا نكمل. تاني حاجة اللي يعني عندي في الساك ديالي خصني ديما يكون معايا هو قرعة ديال الماء. ديما خصني يكون عندي، لأن راكم عارفين بأن الماء يعني من ضروري بزاف أننا نشربوه. سو كنحاول ديما يعني ندي معايا قرعة ديال الماء باش ديما نبقى نشرب. فديما كندي معايا بحال هادي صغيرة. ملي كنكون في المغرب كنشري هادو ديال سيدي علي صغارين، كنديهم معايا، كنديما كنعمرهم بعد بالماء، لان حنا هنا صراحه في السويد ما نحتاجوش نشريو الماء، يعني الحمد لله عندنا الماء زوين بزاف، فكنعمرو غير من نيشان من الروبيني وكنشربو. سو قرعة الماء هادي ضروري. تالت حاجه my favorite perfume، ضروري خصي يكون معايا البارفان ديالي، شي بارفان. انا من دوك النوع اللي عندي like a big collection ديال perfumes، كيعجبوني بزاف لي بارفان، الريحه تيما كيما فما كتجي شي ريحه جديده خاصني ضروري ما نشريها. دابا عينيا في ديك الريحه ديال لانكوم، وقيلا ديال لانكوم بلاك اورشيد، كنظن لانكوم ولا ايف سان لوران، والله الا ما بقيت عاقله، وقيلا ايف سان لوران، نو لا بلاك اوبيوم سميتها ديال ايف سان لوران. بلاك اوبيوم. انا راني داخله بوحدي صراحه، هذيك باغا نشريها، ولكن في هاد الساعه هذه كنخدم بزاف الكوكو مادموزيل شانيل، هذه this is like a big favorite، ديما معايا ديما كنشريها، هذه ما نقدرش صراحه نعيش بلا بها. I love the smell. اوكي سو شنو عندي اخر هنايا؟ حاجه عاوتاني خصني ضروري ما تكون عندي، هو الشارجر ديال البورتابل. راكم عارفين ما كاين مكفس، يعني من يكون عندك تليفون فيه يعني 1% ديال الباتري ومن بعد يطفى، ف ضروري ما كيكون عندي هذا الكابل بحال هكذا. ومن بعد كيكون عندي حتى هذا الميني تشارجر اللي بحال هكذا، سو كيوت. ونفس الوقت فيه بحال مرايه، ف
It's really good. فهذا كان كونكتيه مع هذا، وديك الساعة كنقدر نشارجي البورتابل ديالي، فهذا تا هو ضروري خص يكون معايا. اوكي سو شنو عندي اخر هنايا؟ بيان سور البسطام، هذا عطاتو ليا صاحبتي، I love her so much. من مالينبيركير ماركة دنماركية، عندهم سكان وحوايج وبساطهم زوينين بزاف، و this is like my favorite. ما كيعجبونيش البساطهم الكبار لان كياخدو بلاصه بزاف، وهذا كان واصلا انا ما حنايا هنايا ما كنخدموش كاع كاش، يعني كنخلصو كلشي غير بلي كارت، فما كنحتاجوش كاع يعني بساطهم اللي غندير فيهم الصرف ولا هذا، ف this is perfect. يعني كي كاع لي كارت ديالي البنكه ولا لي كارت ديال الاتوبيس ولا اي دي كارد كلشي كنجمعو غير هنايا، وهذا كنقدر نديرو حتى في جاكيطه ولا نخشي غير في جيبي، so this is perfect. هذا شنو عندي اخر؟ my hands free، ضروري يكون عندي hands free. انا ديما في الطريق كنصنت الموسيقى، كيعجبني بزاف في الطريق نصنت الموسيقى، سيتو المدرسة عندي ساعة ديال الطريق، فكل صباح ولا كنكون راجعة من المدرسة خصني ضروري ما يكون عندي hands free ونتمزك ونسى العالم كامل لي هدايا. سو هذا ملي كنخدم. شنو عندي اخر هنايا؟ انا عندي نسيسير، هادي صراحة ما كنديهاش معايا في كل يعني كل ساك لانها كبيره بزاف كما كتشوفوا، لكن في هذا الساك هذا كاينه ليه بلاصه فكندير فيها كل شيء اللي محتاجه. كيعجبوني هاد النسيسارات اللي كيكونوا بحال هكا كيبينوا كل شيء، فكنلقى كل يعني كنلقى الحاجه اللي بغيتها سهل. I got some lip glosses, some lipsticks. كيعجبني هاد الليب بالنسبه لي مويسترايزينغ ليب كولر بالم من كلينيك تشوبستيك، لان كي كيرطب الشنايف وكيعطيو واحد اللون زويون، فهذا زوين بزاف البرد. وكان خدمته من كلارانس انستنت لايت ناتشورال ليب بيرفكتور، هذا كيعجبني بزاف. وضروري ما يكون عندي شي ليبستيك، كنخدم من جيرارد كوزماتيك، عندي اللون بيري سموثي، وعندي ليب بنسل من ماك في اللون واير. عندي اخر عندي صباغ ديال الظفار، بعد مرات ما كنلحقش كنكون غادي شي بلاصه مزيانه ما كنلحقش نصبغ ظفاري في الدار، ديك الساعات كيكون بعد عندي نصبغهم في الطريق. عندي هذه ديال مافالا في اللون ماي لاف، it's a really beautiful color. هو كيجي بحال فوشيا، فوشيا مغلوق على فوشيا. عندي my Emmy lashes، ها هما. I don't know if I've showed you my Emmy lashes before، but these are my lashes. لي يالله درتهم. I started a lash company، كي نقول بحال هكاك. بحال هكاك يجيو. هذا ستيل واحد منهم، لكن كاينين ستيلات اخرين. لا ما املاش هذا، هادو ملي كيكون بان شويه يعني بغيت عينيا شويه يبانو كثر كنديرهم. وهذا اللي عندي هنايا هما بريميوم فورمينغ كلاشز نمرة 8، and it's perfect، كيبانو very natural، هما wispies. So here are they، وان شاء الله عندي لكم فيديو اللي غنتكلم على ما املاش اكثر. So شنو عندي اخر هنا؟ عندي بودي لوشن ضروري، يعني واحد بعد ما كيكون ناشف، ف this is perfect صراحة. مازال ما خدمته. اوه ريحة فيه واعرة. واش نتوما من داك النوع ديال ملي كتمشيو لشي لوطيل ضروري ما خاصكم ديو معاكم داك الصابونيات وداكشي اللي كيعطيو فابور في الحمام؟ انا صراحه من داك النوع هذاك عزيز عليا، ديما نلقط داكشي هذاك وندي معايا للدار. فاخر مره فاش كنت في فرنسا كنت في باريس، وكانوا كيعطيو هذا، كنت هذيك بس في نوفوتيل ناتشورال سوب، واش غندير بيه؟ ولكن
كدي معايا على شنو ما يقولي لي داك الشيء، ما اصلا عطيه ليناش ما ناخدوش. عندي هنايا سام تيست اللي كيعطيو بحال هذا من بودي لوشن، بودي لوشن من بودي شوب، هذا بودي لوشن اخر بحال هذا الصراحه اتس بيرفكت يكون عندكم في الباج، لان بلا ما يعني تكون عندكم ذا فول سايز فكيجيو هذا صراحه احسن، كيعجبوني ونهزو معايا في الساك لان كيجيو ساهلين. عندي كينة ديال كولد ديال الرواح، these are from USA كيعجبوني بزاف يعني صراحة كحيد الرواح كما كاينينش في السويد، سو ملي كيمشي شي واحد ميريكان كنقول عافاك جيب ليا. شنو عندي اخر هنايا؟ عندي هادو ديال ما عرفتش كي كنقول لهم بالانجلش او بالعربية، هادو it's like pads كديريهم من اللور ديال مي كيف بحال كي مي رجليك كي واحد كي تدبرو، فهادو صراحة مزيانين مي كنكون لابسة سيرت مي كنكون لابسة صباط جديد، فخاصني ضروري مندي معايا بحال هادو لأن رجلي دغيا كي حساسين يعني دغيا كيوليو كي كدبرهم الصباط، فهادو صراحة مزيانين كنديرهم ديك الساعات من اللور باش رجلي مبقاش ضروري. وعندي من بعد ايبوبروفين حتى هي ضروري تكون معايا. وهنايا عندي سام اذر لوشان داكشي، المهم داكشي صغار اللي ما كنخليهم فهاد الناس الصغار هادي. من بعد عندي هادو ديال السنان، انا كندير انفيزالاين، هي واحد بحال السلك ولكن ماشي السلك، هما ديال بلاستيك كديريهم في في سنانك وكيقادو لك سنان. الا بغيتو نقدر ندير لكم فيديو نتكلم لكم اكثر عليها لان ثاني شويه عوجي من تحت، فشفت بهذه الطريقه هذه وعجبتني بزاف لان ما كتباش، انا ما كنبغيش ديك السلك هذاك ما عمره ما يجيش معايا زوين لاني صرت كنخدم هذا ما يعني ما جاتش، فلقيت هذا السوليوشن هذا وفتاع كنديرو، غير هو مشكله غنعاود لكم دغيا انه جاني انفلاماسيون في الدرسه ديالي ديال العقل. انا صراحه الدرسه ديال العقل جاني من كنت صغيره بزاف وداروا لي سبوا لي بزاف ديال المشاكل، فجاني انفلاماسيون مور انفلاماسيون ودابا عاوتاني جاتني في نفس السنه عندي لتحت نفس السنه نيت هي اللي كدير هاد المشاكل كامله. ف اونفان عطاوني وقت اليوم باش غنحيدها، ففهاد الساعه هذا ما قدرش ندير ماي انفيزلاينز لان عندي اللحم في انفلاماسيون وكيضرني بزاف، ما قدرش ندير هادوك من فوق لان كيبقى كيجيني حريق. ف wish me good luck، عمري ما حيدت شي سنه واتي سنه الدرس ديال العقل، ما عرفتش كيفاش غادي دير يعني صبروني وصافي. المهم هادو كنديرهم ما بين سناني ملي كنبغي نقي، فكما قلت لكم ملي كندير انفيزالاين خصني ضروري ما نقي سناني مزيان لان هي كنحيدها فيما ما كنبغي ناكل كنحيدهم ومن بعد كنعاود نديرهم، ومور الماكله خصني ضروري ما نقي سناني باش يعني ديك الماكله اللي كتلصق ما بين السنان وهذا تمشي وعاد نقدر نديرهم. سو هادو مزيان صراحه بزاف. وعندي مرايه قلتها. من بعد عندي هذا كنت شريته من اتش ان ام، كانوا صراحه دايرين فيهم الصوت فيه مبراد وفيه لقات يد فارو سو كيوت، هذا سوا كنخليه معايا يو نيفر نو وين هي نيد ذس. سو هادو هما صراحه ما كنهزش انا بزاف معايا ميك اب لان اي دون نيد لايك تو اد مور، صراحه كيبقى شاد ليا الميك اب نهار كامل، غير هو الحاجه الوحيده اللي كتقدر ترى هو انه كنقدر نولي كلمه بزاف سيرتو ملي كنكون في المدرسه ولا في الخدمه كيكون داك الطوكي كي يعني شاعل على الوجه كيكون سخون فكنقدر نولي كلمه، وديك الساعه كنخدم من ماك بريب اند برايم فيكس بلس يعني هاد الفيكس سبراي، تقدروا تخدموا اي فيكس سبراي اللي عندكم. سو شنو عندي اخر هنايا؟ عندي تا باراسيتامول كيما قلت لكم هذه مؤخرا دابا من جاني الانفلاماسيون في سنتي كانوا مع ما خرجوش لي الانتيبيوتيك، فباش نحيد هاد لايك ذا بين كناخد 1000 ملغ ديال باراسيتامول و 400 غرام ديال ايبوبروفين مع بعض، لان واحد يقدر يخلطهم هاد بجوج بيهم ما كيتجي مشكل لان كيعطيو منفعه اكثر. ف
صراحة عييت من قاع هذا، نعيط دوايات حق. كنهز النيتا واحد ما كيكون في داك الشهرية، راكم عارفين انا من داك النوع اللي كلشي كتقدرني بزاف، يعني ديك السيمانة كدوز عليا كحلة. فنتمنى انا ما تكونوش نتوما بحالي، انا والله العظيم يعني كل شهر نفس القضية، والله الواحد كيموت. ستيلو صح، اهم حاجة هو ستيلو، ديما كنكون محتاجة نخدمه، فالستيلو دي مارسيكو معايا تا هو. و مسكة صراحة، مسكة واحد ضروري ما يحتاجها، يعني مو الماكلة واحدة اللي كلت توما معنا كتعجبني توما وبصلة بزاف، فقط ضروري ما ناخد معايا مسكة. شو عندي اخر هنا؟ لقات ضروري هذا ما يكون معايا، لقات و بوبي بين تا هو، هاو هادو it's life saver. وعندي اخر شنو هنايا، عندي الهانجل اللي كيحيد البكتيريا، هذا مي ما كنقدرش نكون شي بلاصه ما غادي ناكل ولا شي حاجه وما كاينش فين نغسل يدي بالصابون والماء، ف this is like perfect. هذا ضروري ما يكون عندكم، صراحه كنصح بانكم كاملين يكون عندكم بحال هذا في الصاك ديالكم، لان ما كيشد بزاف الفلوس ولا كي يعني كيكون غادي في التران ولا ما تعرف اي بلاصه، يعني كيشد بزاف بلايص، يعني ضروري ما واحد يغسل يدو، لان بحال والو واحد غير كيمس في وجهه ولا في عينيه كيحك على شي حاجه، يعني كيكون بكتيريا بزاف. والنيت هذا واحد ما كيدير بحال هكا كيحمي نفسه من انه يجي الرواح ويجي الامراض. كلينكس هو ضروري منه، مشطه صراحه المشيطه الصغيره شحال زبيونه. ضروري ما تكون معايا مشطه باش كنمشي شعري. قلت لكم انا عندي حياتي كامله هنايا صراحه. شنو عندي اخر؟ هادي صافي غضحكو عليا، عرفتو شنو هذا؟ هادو اللي كن اللي كديري في الصباط، ملي كتبغي تلبسي الصباط باش كي تخشرج لك ساهل. يعني فين ما كنمشي عند شي واحد في حاجه ما كنلقاش وكنتعصب، لان بعد ما كنلبس الصباط اللي ما كيبغيش يتخشى ليا في رجليا بالزربه، يعني خصني نبقى معاه 100,000 عام، وهذا كيسهل بزاف. فدابا الصراحه وليت كنهز معايا واحد صغير في الساك، يعني باش فين ما مشيت بعد الحمد لله دغيا نقدر نلبس صباطي بالزربه. This is like the best thing I have in my bag. شو عندي آخر؟ أوه عندي نسسة أخرى. هاد النسسة هادي كيما كنشوف في العكس ديال الأخرى، هادي ما كتبين والو، باش حتى إلا شي واحد شاف ليا ساكي ولا شي حاجة، it's like private thing. مش ما يشوفش واحد شافي. So yeah, basically هاني احنا أصلا غير البنات اللي كنتفرجوا في هاد الفيديو هذا، so it's okay. Like you know. هادشي عادي، حنا كاملين كنحتاجو، سو عشان نكذبو على راسنا؟ ضروري ما خصني ندي معايا لانه ما يعرفش. عندي تا فرشة السنان و سميتو باش كيحكو واحد سنان. فكما قلت لكم كندير انفيزالاين، فضروري مور الماكلة خصني ديما دغيا مور الغدا ولا بحال هكا ديما نحك سناني باش يتحيد منهم داك الماكلة اللي كتكون لاصقة. فكندي معايا هاد سمول سايزز، they are perfect for the bag. هنا عندي أمي برازول ديال الحرقة، سكيتها بعد ما تحكي لكم برا وكي كلشي حاجة ما مزياناش، فالمعدة كتقدر. This is hand cream تا هو كيجي في سايز بحال هكا صغيور، والله إلا these are perfect. ما عمركم تلوحوهم ولا بحال هكا، ديما خليوهم عندكم. إيوا هادشي اللي كاين. Yeah. So this is it. في النسسار شنو عندي هنايا؟ هنايا صراحة عايشين في واحد المليار، يعني stressful بزاف، يعني stress stress stress. بعض المرات ما كنلحقش ناكل الغداء ولا الفطور، خصني دغيا ديما جري جري جري. فبزاف بعض المرات كندي معايا بحال دانون الدار ولا كندي معايا شي حاجة، ولكن ما بغيتش نهز معايا فرشيطة ولا معلقة ديال الحديد، لأن ما عنديش فين نغسلها، ويعني فهم قاعد نتخربق بحال هكا. ف these are perfect، كيجي بحال هكا في موس الفرشيطة، وزدي عليها كلينكس باش ملي تكمل تمسح يدك ولا تمسح فمك. والله العظيم these are like perfect، فيما كيكونوا كيعطيوهم ولا بحال هكا كيما كنهز معايا، لأن والله العظيم these are life savers. لول
My friend gave me this one. It's so hot. صراحة ما ظل ما خدمتها. I don't know, like I'm not like the lollipop lover. كنت صغيرة كانت كتعجبني, كنت كنشري بزاف هاد ديال الدرهم اللي فيها مسكة في المغرب. مر حتى عندي okay. What do I have more? انا صراحة ماما من كنا صغارين وهي معلمة انا واحد الحاجة, وتا هي ديما كديرها, ديما كتقول لي ديما هزي معاك شي حاجة حلوة ماشي لا شتاتك سخفتها تعتق الروح. انت كنبقى نفكر كنبقى نموت بالضحك, لان والله غير بصح يعني كان بصح واحد مرات بعض المرات كيكون قتل الجوع ولا سخفان ولا عيان, ديما خصو المهم يدير شي حاجة في فمه باش يتوكد. فماما ديما كانت معاها عندها شي شوكولاتة ولا شي حلوة ولا التمر ولا أي حاجة. وأنا صراحة تعلمت القضية هذه, ديما عندي شي حاجة في الصاك يعني اللي كتقدر تنكل. فهاد الساعة عندي بلا ما تضحكوا عليا. This big chocolate cake. هادي صراحة غير شي سبقات عندي, أنا ما كنهش معايا like this full sizes of candy, ولكن هادي شي سبقات عندي في الصاك. الى زرت السويد ولا الى شي واحد كان جا للسويد زارها قولوا لي شي لكم الشوكولاتة ديال ماربو. like this is the best chocolate in the world, ما كنضحكش عليكم. انا كليت الشوكولاتة ديال العالم كامل تقريبا, اوكي ماشي العالم كامل ولكن المهم كليت الشوكولاتة ديال البلدان اللي كيقول لك بانها عندهم شوكولاتة سويد بحال بلجيكا بحال سويسرا بحال المهم كاع دوك البلدان, ولكن trust me Swedish have the best chocolate in the world. واللي كداقو كيقول لك هادشي يعني معقول بصح. وكاينين بزاف ديال different flavors ولا ديال يعني مذاق, وهذا فيه دايم وفيه لاكيس ليكورس كيقولوا بالانجلش. yes this is like the perfect combination, like it's salty, it's like crunchy and sweet, and oh my god, all the best flavors in one. So this is like my favorite chocolate at the moment. هذا سمعي حبشي لجتني السخفة السخفة ناخد وحيدة. So صراحة هادشي هو اللي في الساك ديالي. وبعد بيان سور كنهز معايا الكاميرا ديالي, وكنت برا راني كندير بها الفيديو. وكنهز معايا ماي فون, ويلي قولوا لي بعدا واش ايمان زعما شي واحد ما كيهش معاه الفون ديالو. بصح هذا ديما معايا يعني صراحة نسمح في هادشي كامل اللي وريتكم, ولكن هذا خصو يبقى ديما معايا. so that's basically it, هذا هو الفيديو ديال what's in my bag. كنتمنى انه يكون يعجبكم, وما تنساوش تشوفوا الفيديوهات ديال الاخرين. انا مؤخرا درت الفيديو ديال موروكان تاغ, تفرجوا فيه باش يعني ما تعرفوا لي شوية على الجهة المغربية ديالي. والمهم اتمنى ان الفيديو يكون يعجبكم, وتهلاو في راسكم بزاف, وان شاء الله نشوفوا فيديو تاني. وقولوا لي شنو تبغيو تشوفوا يعني اقتراحات ديالكم ديال الفيديوهات, فغادي نحاول ان شاء الله نديرهم. like I've been so much better I've been so much better like doing videos now, so like I found the motivation back. لان صراحة حتى ما كيكونوش بزاف ديال like followers, ما كيكونوش بزاف ديال يعني اللي كيتفرجوا, وحتى هو كيقول بان علاش غندير انا فيديو حتى واحد اصلا ما كيتفرج فيا. everyone thinks I'm boring, وصراحة ما كيشوف انا راسي كنقول علاش بعدا انتم كتفرجوا فيا, شنو هو اللي اصلا كيعجبكم فيا. But you're so sweet and you are the best and I love you so 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 much. والله العظيم ربي شاهد, ونتمنى اني نكون في حسن ظنكم, ويعني نخليكم تستمتعوا وتعلموا حاجة جديدة وتعلموا كاملين من بعضياتنا. ف yeah that's it. صافي ما غنبقاش دابا نهضر بزاف, غادي نمشي دابا لعند طبيب ديال السنان باش نحيد هاد الضرسة هادي. دعيو معايا عافاكم, لان والله العظيم راني مخلوعة بزاف, والله العظيم يعني انا صراحه كنخاف من طبيب السنان. يعني مؤخرا كوليت كنمشي بزاف, لان كيجيوني بزاف السوسه في سناني, ما عرفتش علاش, واخا كنحكم وداك الشيء عندي سهل باش يجيني يعني السوسات في السنان. ودابا ملي كندير هاد الانفيزالاين تا هو خصني نمشي كل جوج سيمانات, يعني والله العظيم تعقدت من طبيب ديال السنان. وما كان فصراحه كنصحكم انكم تهلاو في سنانكم, تهلاو 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 في سنانكم, لانكم واحد ملي كيمرض لسنانو
جسم كامل كيمرض والله العظيم. فواحد خصو يتهلا ضروري في السنان ديالو يعني the smile، ويعني هي اجمل حاجه في الوجه، فضروري ما خصها تكون زوينه وواحد يتهلا فيها. ف thank you so much for watching and don't forget to thumbs up راكم عارفين اش قاعده، ما احتاج قاعده نقول لكم. ولابد تتابعوني في فيسبوك ايمي بيوري، وفي انستغرام ايمي بو، وسناب شات ايمي بو. الله، باي باي.